نخلي السيارة هالقد حلوة مثل أصلا مارتن في 8 فانتج تكون حلوة أكتر؟ كيف فينا نخلي سيارة مجهزة بمحرك هالقد مثير بالقيادة مثل أصلا مارتن في 8 فانتج اللي عم تستخدم محركات اي ام جي بسياراتها تكون مثيرة أكتر؟ الجواب هو عبر كشفها وتحويلها لسيارة رودستر مجهزة بسقف قماشي قابل للطيران. هلا ممكن حدا يقول لي انه هذه السيارة هي مجرد شكل مختلف لـ AMG GT. الجواب هو لا، أول شيء الشكل المختلف هو مختلف بشكل كثير كبير. شخصية سيارات أستون مارتن الشخصية إذا بدكم يمكن قد تكون الأكثر حضورا بعالم السيارات الرياضية موجودة بهذه السيارة. الأداء على الطريق كمان مختلف بشكل كثير كبير عن أداء AMG GT. AMG GT بتحسوها جاهزة أكثر لتأمين تجربة قيادة عنيفة أكثر. هون السيارة لا، هيدي السيارة أكثر ميالة أنها تكون سيارة الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة على الطريق مع أداء رياضي معزز. يعني إذا بدكم تجربة قيادة رياضية مثيرة سباقية بس ولكن مغلفة بالحرير مثل كل سيارات أستون مارتن، وهالشيء بينسجم مع شخصية السيارة وشكلها الخارجي كمان. سيارات أستون مارتن حاليا رغم أنه هن بيعتمدوا على تاريخ طويل بعالم السباقات وعندهم إنجازات مهمة بعالم السباقات، بس ولكن مؤخرا سيارات أستون مارتن عم يطرحوا نفسهم كسيارات للاستمتاع بالحياة مش سيارة لخوض مغامرات أو سباقات عنيفة وشرسة. سيارة تأمين تجربة قيادة دائما بقول تجربة قيادة رياضية بس ولكن مغلفة بالحرير، بالإضافة لقدرتها العالية على التسارع بتوقيت ما بزيد عن 3.7 ثواني للانتقال من صفر لسرعة 100 كيلومتر بالساعة. هالسيارة كمان مجهزة بسقف قماشي سريع جدا بفتح وإغلاقه. لفتح هذه السيارة بتحتاج بس ل 6.8 ثواني، بينما للإغلاق بتحتاج ل 6.7 ثواني، هذا الشيء بخليه يكون من أسرع الأسقف القابلة للطي أو المكشوفة بعالم السيارات. رغم أن المحرك اللي بيتألف من 8 أسطوانات سعة 4 لتر مع قوة 506 حصنة هو نفسه اللي بيجهز AMG GT، ورغم أنه كمان علبة التروس هي نفسها اللي بتتوفرها AMG GT واللي بتتألف من 8 نسب، إلا أنه التركيب الديناميكية اللي بتمتع فيها هذه السيارة مختلفة. بالإضافة لهالشيء نظام التعليق بأمن مستويات تماسك عالي بس ولكن ما بأمنها على حساب الراحة. خلال اجتياز المنطفات في تماسك بس نفس الوقت السيارة بتحسها مريحة، ما بتحسها ملتقطة الطريق بشكل كتير عنيف مثل ما بيكون مع AMG GT. وهذا الشيء كمان بيلعب دور فيه كمان الابعاد تعيد السياره، ما بتحس المقدمه يعني خلال دخول المنعطفات ما بتحس انه في عندك مقدمه طويله انت عم تحاول تاخذها معك داخل المنعطف، لا بتحس تركيبه السياره ووضعيه القياده بالسياره بتخليك تكون رشها اكثر او بتحس انت بالرشاه اكثر خلال القياده داخل المنعطفات. صراحه حاسس حالي من وقت ما بلشت التجربه عم فوت بمقارنه دقيقه مع AMG GT. هذا الشيء طبعا مش انا يلي قررته، هالشي فرضه طبعا تجهيز هذه السياره بنفس المحرك بنفس الدروس، بس ولكن أستون مارتن فانتج رودستر هي اكثر من هيك. هي منا مثل ما قلنا منا هي نسخه مختلفه او شكل مختلف لـ AMG GT، هي سياره مختلفه بشكل كامل. وهذه السياره عندها اذا بدكم اكثر شيء يميز فيها هو حضورها التصميمي واناقتها البالغه وجمالها. هذه السياره جميله لاقصى الدرجات. ومجال التصميم بدي اذكر شغله انه بالتزامن مع اطلاق أستون مارتن للفئة المكشوفة من في ادفانتج اللي هي نحن عم نجربها هلا رودستر، أطلقت معها مقدمة مختلفة بتتوفر بشكل اختياري. هذه المقدمة يلي اجت لترد على بعض الانتقادات يلي واجهتها أستون مارتن من مقدمة في ادفانتج اللي بتجي مع شبكة تهوية أمامية مصنوعة وكأنها شبك، وهذا الشيء بعيد عن القطبين الكلاسيكية المعروفة من أستون مارتن. فمع هذه السيارة أمنت أستون مارتن لا الفئة رودستر ولا الفئة كوبي بين أنك تختار شبكة تهوية اللي مؤلفة من شبك وشبكة تهوية اللي مؤلفة من قطبين. السيارة عم نجربها اليوم جاي مجهزة بشبكة التهوية اللي مؤلفة من شبكة ومش قطبين، بس ولكن بتصميم مختلف عن اللي كان موجود بالسنوات الأخيرة على متن V8.